اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه صلى الله وسلم. عليه وسلم. ومتواصلين معكم أعزائي المشاهدين في كل مكان عبر صباح الخرطوم. والعلاج بالفن يا محسن، الفن سواء كان بالغنى بالرسم، أي فن جميل بيكون علاج لأي مشكلة. وكمان العلاج، يعني انا بعرف انه العلاج بالموسيقى للناس اللي يكون عندها مثلا امراض نفسيه وكده، بيقوموا بيدوها حصص موسيقيه بتريح لهم اعصابهم. وبرضه بالفن التشكيلي حنعرف من خلال هذا اللقاء ان شاء الله. الفنانه التشكيليه اسراء سعيد ابراهيم، لك التحيه وصباح الخير عليك. صباح الخير عليكم على المشاهدين الكرام وعلى قناه الخرطوم، وشكرا لكم على اتاحه الفرصه ان انا اتكلم عن الفن التشكيلي الليله. طيب الفن التشكيلي هو كعلاج فقط لذوي الاحتياجات الخاصه، مدارس الاحتياجات الخاصه، ولا ممكن يكون يعمم؟ يعني بما انك انت الان في المدارس ذوي الاحتياجات الخاصه. لا هو طبعا يعني ما بيخص بس الاطفال ذوي احتياجات خاصه، هو بيخص الاطفال العاديين ممكن عادي، ومتعلم المخدرات، مدمني المخدرات برضه بيعالجهم، والمسنين يعني كبار السن برضه المجال ده بيخلوهم يعني ينفسوا عن المشاكل النفسية بتاعتهم والكبت اللي حاسين بيه برضه والاكتئاب، بيخلوهم يعني بالنسبة لهم زي المتنفس، بيغير لهم يعني يعبروا عن المشاكل اللي جواهم بيطلعوها بالحاجة دي. وهو ذات العلاج بالفن يعني هو بتقسم لاثنين، يعني واحد حوار بيتم بين الطالب والأستاذ مثلا بالكلمات، يعني أنا كأستاذ بجي للطالب لازم في البداية أكون أعمل يعني كأنه هو صديق، يعني ما أجي كأستاذة لأنه هو بيخاف أو ما بديني الحاجة اللي هو حاسس بيها، يعني لازم أنا أزيل منه تكسير الحاجز التوتر. أيوة أول حاجة لازم يكون في شنو، أكسر الحاجز بتاع التوتر بتاعه، بناء يعني التعامل بتاعي يكون عادي، التعامل يكون انه انا جيت اساعده في حاجه معينه. وفي حوار بيتم باللون والرسم، ده برضو غير لفظي، لان في اطفال ما بيقدروا ما عايزين يتكلموا، في مثلا مسنين ما دعنا يتكلموا، بتاع مثلا مدمن مخدرات ما دعنا يتكلموا، فانا بدل اديه حوار بالكلمات ممكن انا اتعامل معاه بالالوان. سبحان الله، الحوار ده يعني نوع من الثقافة، ونوع من يعني لو بتلقي أسرة بتكون متفاهمة ومتصالحة مع يعني بيناتهم، بتلقي إنه الحوار يعني ناجح. من الأساسيات اللي عنده، ومنهم دايما بتحاوروا بيناتهم. أي علاقات ناجحة بتلقي إنه الحوار أساس في كل علاقة ناجحة. طبعا طيب توصل معلومات هاتفة بتخليه إنه يعني الأطفال ذوي الحاجة الخاصة هم ذاتهم عندهم أفكار وعندهم مهارات، احنا بنطلع بالمجال ده يعني بالحوار بالحوار الغير لفظي، هو بالالوان بالاسلوب. أيوة الرسمي. طيب الالوان، في الوان معينه بتعبر، يعني مثلا اللون الاسود، اللون الوردي، اللون الابيض، هل عندهم مثلا يعني الالوان دي عندها يعني تعبير معين او علاج معين؟ كيف هي بتساهم؟ كيف بتعرف اللون؟ هي الالوان لو انا متنا للطبيعه ان ربنا خلق الكون بالالوان، فالأشجار لون الأخضر والوريد، والبحر لون الأزرق أو السماء. فإحنا لما نجي ماشيين ونحن مشرحنا عشان نحن شنو نحس، عايزين نتنفس أو عايزين يعني إحنا هو ترويح. فالطفل بنفس الألوان بالنسبة له بتروح له في زي ما قلت الألوان الأزرق والأصفر والأحمر والبرتغالي. هي الألوان دي في ألوان حارة وفي ألوان باردة. أحيانا الطفل بعينه تقع ألوان حارة فبيختار الأحمر والاصفر والبرتقالي، الالوان الشمسيه بقول احنا بنقول عليها، او بيختار الوان بارده زي البنفسجي الازرق الابيض. فاحنا يعني احنا ما بنقدر نقول له يختار، احنا هو ذات نوع من العلاج انه هو يختار شنو اللون. فاللون اللي بيختاره هو معناه هو ده بيريحه نفسيا. طيب سواء كان بارد او لون حار. نعم، الدليل شنو، او اللون ده مثلا بيدل على شنو؟ طبعا الابيض هو معروف انه لون السلام، لكن احنا طبعا بالنسبه للعلاج بنخط لهم في البلد، ففي الوان معينه بنخطها لهم هم بيختاروا. لكن الالوان معروفه طبعا هو الازرق، الالوان السماء والالوان الاصفر والوان الشمس، واللون عنده الدلاله دلالته. لكن انت باللون الحار واللون البارد بتقصد شنو؟ يعني بتقصد انه مثلا يقول لك في الوان فرايحيه وفي الوان غير، يعني
فحتة الألوان الفرحية دي هي الألوان مثلا الصارخة الملفتة للبصر من بعيد. أيوة طبعا، هي الألوان في الورد، يعني الألوان في الورد، اللون الأحمر مشتقاته مثلا الأحمر، في أحمر يقولوا عليه أحمر روز، أحمر يعني إنجليزي. إنجليزي. لكن طبعا إحنا في التشكيل أو في الكلية في جامعة السودان أدونا الألوان دي بتتكون من أربع ألوان أساسية، الأصفر والأحمر والأزرق، دي ألوان أساسية. جانب الأبيض والأسود دي بتشتق منها قريب 1000 لون، يعني بالخلط يعني أيوة متدرج. مثلا البرتغالي بعد نخلطه مع الأصفر، الأحمر مع الأصفر بيجي البرتغالي، فبيطلع هنا برتغالي فاتح، نقول برتغالي غامق، بنقول يعني ما في أحمر، الأحمر الفاتح بتخلط بالبرتغالي، والأزرق الفاتح مع الأبيض، فالأسود بيجي منه الرمادي مع الأبيض. في خلطات يعني زي الرياضيات، يعني احنا ذاتنا في الكليه لما ندور الخلط الالوان يعني ما صدقنا انه الالوان بتطلع مع يعني بتدرج. تطلع صحيح، هو زي الاجل بتاع الضرب، واحد في واحد بيديك يعني لون في لون بيديك لون، لون زي لون بيديك لون. دي سبحان الله، ربنا في الطبيعه ذات الالوان في الطبيعه ربنا خلقها يعني متدرجه ذاتها، سبحان الله. طيب كلمينا شويه عن العلاج بالفن، يعني الفن التشكيلي بالتحديد، ولا فن مفتوح انتم لذوي الاحتياجات الخاصه، يعني وكيف بيتم التعامل معاهم كذوي احتياجات خاصه؟ يعني لأن الاحتياجات بتتفاوت، يعني كل زول بيكون عنده الحالة حسب المختلفة الآخر. يعني فهو زي ما قلت لك هو نوع من نوع العلاج النفسي، ففي أطفال محتاجين يعني يرسموا بالأقلام الرصاص بس، في أطفال محتاجين إنه يعني بالألوان طوال يجوا بالألوان، في الحاجة دي بيخلوهم يعني يتنفسوا أو يشيلوا الكبت أو الاكتئاب فيهم. والعلاج بالفن التشكيلي هو أجمعوا عليه المرضات البريطانية وعلماء النفس انه هو نوع من انواع التواصل، فبيخلي الطفل يتواصل مع البيئه بتاعته. فهو كل ما رسم كثير كل ما بيقعد عنده رغبه اكيد انه يتعامل مع الناس او يتواصل. ففي اطفال كثار بيجونا انه هم يعني متوترين او ما قادرين يتعاملوا، بيصرخوا كثير، بيبكوا كثير، فاحنا زي ديل بنتعامل معاهم بطريقه الصمت، يعني ما عندنا فعل الامر، تعالي يا ولد اقعد نديك كده، نحط له الالوان خليه يرسم حاجة هو عايز يعملها. أي حاجة يعملها عندها بالنسبة لنا عندها معنى أو مدلول، مثلا لو عمل دائرة هو معناها هو يعني بيفكر بجانبه الأيمن، هو يعني متزن، هو عنده غرات، بس ما بحب المنطق، بقوله الدائرة لا ما بحب المنطق، عكس اللي بيختار ليه المربع أشكال هندسية، يعني اللي بعمل خطوط مستقيمة أو خطوط رأسية أو خطوط أفقية برضو عندها معاني، اللي بيختار يعمل المربعات بس. طبعا المربع معروف انه هو اربع اركان، معناه هو زول متزن او زول بيفكر تفكير او مرتاح نفسيا، او يقول لك هو شكل البيت. الطفل بيرسم مربع كثير معناه هو مرتاح في البيت، هو كانه احتوى من كل الجوانب، يعني في كل ركن هو مرتاح. فهو طيب بحر كبير يعني فعلا. طيب انتم بتدوم اشكال معينه هم يختاروا منها، ولا بس بتدوم الورقه والقلم وتقول لهم ارسموا اللي عايزين؟ احيانا في اطفال محتاجين، مثلا اطفال التوحد هم حرين يعني مثلا الوان، وممكن ندوم اقلام، في الحاجه دي هي متاحه، احنا بس ندوم المواد نخليها قدامهم. احيانا ندوم يخليهم يشخبطوا على ورق يعني مقاسات A1 مقاس كبير مثلا او مقاسات صغيره، بنشوف الحجم هل هو بيقدر يعبر يعني قدر شنو، هل هو عنده بخاف. طبعا الطفل اللي بخاف هو بتجي بس نقطه صغيره كده يلافي فيها، ده متوتر او ما قادر يعبر، فده بنساعده نقول له يلا اعمل كده، يعني كانه نديه حريه انه يطلق يده او اصابعه انه يعمل الفري هاند. ده الاطفال يعني بنساعدهم بقدر الامكان، لكن بطريقه طبعا لطيفه وبطريقه بتاعت الفتره. استاذه اسراء، الفتره بالطول عشان تصلوا لنتيجه مثلا مع والله على حسب الحاله بتاعت الاطفال. في طفل يعني طوال من اول ما يجي يعني بيفرح انه في الوان جنبه وبيتعالج سريع لانه هو عنده الرغبه، في اطفال بيرفضوا تماما انهم يلونوا. في الفترة بالطول ما بين طفل وطفل على حسب الرغبة أو على حسب احتياجات الطفل هو داير يعمل أو يعني شيء ثاني. البيت ذاته يعني عندنا مجتمعنا ظالم الأطفال ديل، يعني دائما الأمهات بيقولوا الطفل ده بيشخبط ساكت أو ده داير يعمل ليش شنو، فما منه فايدة، مع إنه دي من ناحية بتاعت من ناحية سيكولوجية بتخليه من ناحية نفسية يتنفس ويكون ما عنده ما يكون متوتر ليها في البيت، يعني ما يمشي يكسر
حاجة أو ما يصرخ في وجه أو كده. فلما يجي مدرسة يلون أو كده بيعبر أو بيطلع الكبت كله جواه، فبيمشي مبسوط يطلع يرجع فرحان. فيهم هالكتار يعني لاحظوا إنه الأطفال بيجوا مرتاحين نفسيا أو هادين، فما بكونوا فعلا. فو برضو ملاحظ انه بعض الاطفال في البيوت بيشخبطوا في الحيط. ايوه ده حاجه حلوه، انا برضو بعد شخبط عيالي في الحيط ماشي بريحه كويسه جديد. يعني بقول لك الشخبطه هي بتخليك، هي شيء مش شخبطه بالمناسبه، هي عندها علاقه مع المخ واليد الاثنين، الحركه دي الدائره دي عندها علاقه. يعني بقول لك هي ما جايه من فراغ، علم النفس بيقول لك الحاجه دي عندها علاقه بالنفس البشريه. حاسه انت لما تقعدي براكي في الاستديو او كده مش بتشيل القلم او بتعملي في الهامش خطوط، سواء كانت راسيه او افقيه، او تعملي ورده ورود صغيره او تشخبط او حاجه، دي عندها علاقه انك بتفكر في حاجات لو مره يوم بتبتدي حياتك ممكن انا احللك نفسيا. طيب نحن بمناسبه الورود برضو، يعني الورود بتلعب دور برضو عند الاطفال، وشايف انت فنانه تشكيليه يعني بتدرسي زي كلها ولابسه حديقه يعني، فاكيد عندها دلاله يعني، لان انت زولا صاحبه شان يعني بتعرف الالوان. كثير من الناس مرات بيشرعوا عن الالوان، يقول لك ده لون صباحي، ده لون مسائي، ده لون نهاري. ومرات حتى في الوان ممكن ينتقدوها لما تكون مع بعض، مثلا الاخضر مع البني، مع انه هو الاخضر والبني هو من يعني من صنع الخالق سبحانه وتعالى. بتلقي الشجره خضراء والساق بتاع بني يعني، وتلقاه متصغة وجميل. هو ربنا سبحانه يعني هو نسق الطبيعة يعني. ما حاسين نحن لو عينا لأي حاجة، حتى الطيور أشكال جميلة جدا، تلقى إنه المنقار لون برتقالي باقي الجسم أصفر، ده يعني حتى لو هو أسود. حتى الغراب ده أنا مستغرب أنا تقول عليه قبيح، بالعكس هو الأسود لون جميل، لون صحيح، لون سهرة، ولون بقول لك لون الفخامة، الأسود لون فخم. احنا في السودان صراحه عندنا ما عندنا ثقافه الالوان يعني. بقول لك احنا بنطلع مثلا بالنهار بالوان شاين شديد، مع انه اللون مثلا اقول لك اللون حس الشمس لما تجي تغيب بتغيب في الوقت منه الليل، صح؟ وقت الغروب تشوف الالوان البرتقاليه بتطلع من الشمس، صحيح. الالوان اللي احنا المفروض نلبسها او الصباح بدري او الصباح برضو هاي. لكن احنا عندنا ثقافتنا السودانيه في الرجال دائما في جلابيه لون ابيض، يعني مع دي كويسه شديد انه لون ابيض بيقول لك بيزيح الحراره. احنا بلدنا حار شديد، فنروح نلبس ابيض كلنا سواء يعني رجال. فالالوان عندها علاقه طبعا، الاصفر ذاته لون، لكن دي راجعه للحاله النفسيه بتاعت الشخص يعني. اساسا انا جاي الاستديو فلازم البس حاجه الوان فرايحيه زي ما انت قاعد تقول مثلا يعني، لان لغه وكذا. لكن لو ماشي مثلا مناسبه لعرس وكذا بلبس حاجات ثانيه، ماشي الجامعه اكيد مثلا بلبس كذا، اي مناسبه عندها الوان. اكيد كل مكان بيختلف من مكان الثاني، وعنده لبس معين وطريقه معينه. عايزين نحلل نفسيه محسن. محسن انت بتحب ايه لون من الالوان؟ انا برضو انا على حسب المزاج على فكره، يعني على حسب المزاج يعني. انا مثلا بكون طالع على حسب مزاجي يعني، يعني ما بخطط انه انا البس شنو، لكن على حسب المزاج اللحظه اللي انت فيها بقول على اللحظه. وبعدين على فكره يعني انا بخلينا نحيي اخواننا الاشقاء في جنوب السودان تحيه صباح خاصه كده، لانه على فكره الناس ديل هم لبسين اكثر من نيغين جدا، اكثر من الشمال ولا الغرب ولا الوسط. الناس ديل لبسوا اللبس اللي هم لبسوه قبل سنوات طويله، وانا قريت معاهم كثير يعني في مدارسهم، قريت معاهم يعني اختلطت بهم، فكانوا بيلبسوا. الان يا داب الناس ابتدت تلبس الالوان وتلبس الورود وتلبس الكاروهات وكذا، هم لبسوها قبل سنين خلت يعني. فالتحيه لاخواننا في جنوب السودان الاشقاء يعني، تحيه لهم والله. فعلا الالوان بقول لك هي على حسب المود او على حسب انا بحب شنو. في ناس بيحبوا اللون الازرق فتلقاهم طوال، بتلقى هدومهم يعني او الملابس حقتهم ما بين الازرق الفاتح والازرق الغامق. في ناس بيحبوا الاسود بس، فحتى الاسود تلقاه مختلف يعني كاروهات، او تلقاهم حتى في يعني في البيت في الديكور بتاع تلقاهم حريم بكل عنده علاقه بالحاله النفسيه او المزاجيه، فهو بيرتاح نفسيا الحاجه دي خلاص. هو ليه يعني يقوم يعني يوتر روحه
ويعذب روحه عشان خاطر اللون ده في ذول ما عاجبه. ما هي دي حسب الذوق يعني، انت صحيح. حاجه انا عجباني يمكن ما تعجبك، لكن دي حاجه عندها علاقه طيب بذاتي او نفسيتي. قبل يعني الحته دي يعني، هنا في السودان بيقول لك اكل ما تشتهيه والبس ما يعجب الناس. ما يعجب الناس. انا عندي راي بالمناسبه، انا عندي راي في في الحته دي يعني. يعني كيف انا اكل ما اشتهيه والبس ما يعجب الناس يعني؟ دي يعني بقول لك يعني يعني مرات في حياه كده سلبيه تحسها يعني. انت رايك شنو في الحته دي يعني؟ المقوله دي مثلا سلبي شديد يعني. انا البس علبه عجب الناس كيف يعني؟ ما انا انا ما انسانه وعندي كينونه وعندي قيمه روحي وعندي نظر يعني، لازم انا البس الحاجه اللي بتعجبني انا. بقول لك يعني الاكل يعني، ناس في اكل انا ممكن ما القاه يعني، ما صحيح. اكل الا ما انا اشتهيه يعني. لا بالعكس، فالالوان زي ما قلت لك هي يعني عندها علاقه بالنفس سبحان الله. دي حاجه سر عند ربنا يعني. لما تجي مره في الشارع تلقي ورده احيانا بتقيفي بيعجبك لونها. العصافير نفس الشيء يعني، حتى في الاشجار، في اشجار اللون الاخضر عندها يعني لونه غامض، في اشجار لونها فاتح. حتى في الورده اللي بتطلعها يعني، في اشجار بتطلع لون ورود حمراء وورود صفراء يعني. احنا عندنا مختلفه، في شجره اسمها اللبخ لو فيها بتطلع حاجه زي النبق مدور او برتقاليه. دي بالمناسبه شكلها جميل خلاص لو اتزرعت في البيوت يعني، لكن بيقولوا انها مشاكل. هي موجوده في شارع النيل اكثر. انا عجباني شديد طبعا يعني. على فكره دي زرعوها الخواجات الانجليزي يعني، دي من ايام الحكم الانجليزي. شجر اللبخ فعلا فيه بتلقى فيه يعني ما يزول. والله انت نبيهه جدا على فكره يعني، بتركزي شديد. تمام. هم الناس بيفتكروها شجره اللبخ دي ما يقتنعوا بها يعني. جميلة جميلة لبخ، حتى لو جيت زرعتها يقول لك ما لقيت الا شجرة اللبخ. يمكن عشان اسمها هم، يمكن اسم شويشين. احنا مثلا في مسميات لحاجات جميلة. بس اللبخ يعني هل احنا ما عندنا ده الاسم العلمي حقه؟ ما اظن اسمها العلمي. لكن انا اللبخ، وفي اشجار كثيرة في الشارع مثلا عجباني. حتى اشجار النيم دي بالمناسبة بتطلع الاصفر ده، الثمرة بتاعتها دي، الثمرة بتاعتها برضه لونها يعني بعد. حتى الوردة حقتها رقيقة كده ولونها ابيض زي النقطة بتاعت في السعيد كده، فيها رقة كده زي الرز. صحيح، في موسم بتطلع عليه. أيوة، بس في حاجات كتير جميلة جدا سبحان الله. حتى مش على الورود، حتى على الطعام ذاته، الفواكه بتلقي الألوان كلها ما شاء الله يعني سبحان الله متناسقة تماما. أستاذة إسراء، إحنا كسودانيين بشرتنا السمراء، في ألوان بتيجي معانا وألوان ما بتيجي معانا. وقبل دار أشير إنه محسن زاغ من اللون المفضل له. الالوان المفضل لي الالوان الترابيه. وهو طبعا الرجال يقول لك الرجال يلبسوا الالوان الترابيه. منو قال يا اخوانا الرجال يلبسوا الالوان الترابيه؟ اللي هي الالوان اللي بتكون يعني نحاسيه يعني، النحات بني فاتح بني غامق لون هو البيج. احنا عندنا مثلا، لكن هو بقول لك احنا عندنا علاقه بالتربيه الرجال بالذات يعني. وعيك اللي بتلو لون كده كده بيتعقد منه من التعليق. لكن انت متاح لك تلبس اي حاجه في زمنها. لكن صحيح، مثلا ممكن الوقت حاره تلبس احمر شديد فبتكون بتضر العين. فاحنا ثقافتنا في السودان ما عندنا ثقافه بتاعت اللبس فعلا، لانه احنا المفروض نلبس الوان معينه في اوقات معينه. صباح بيحتاج لشنو، الظهر بيحتاج لشنو، العصر، الليل لتياب السهره. لكن احنا المفروض نلبس الابيض كثير لان بلدنا، لان الجو سخن. استاذه اسراء، نحن زمننا معك انتهى، لكن رساله لاولياء امور ذوي الاحتياجات الخاصه، الاطفال الجميلين ديل، عشان حتى الناس اللي ما منتبهه للحته بتاعت انه الفن بيعالج الاطفال ديل وبيديهم طاقه ايجابيه. والله انا بناشد من هنا كل الامهات والاباء والاخوان والاخوات بانه يعني يشجعوا الاطفال ديل او يساعدوهم ان شاء الله بالحوار زي ما قلنا، الحوار اللفظي. فهم محتاجين فعلا للالوان دي، وهم ما بيشخبطوا، هم بالعكس هم بيعبروا عن المكنوناتهم وبيعبروا عن يعني الحاجه اللي في نفسهم. فدي ما حاجه يعني ما مشكله كبيره. فانا بتمنى لهم التوفيق الاطفال، وبتمنى انهم يكون عندهم يعني في السودان زي ما بيقولوا كليات يعني. هم بيتدرجوا من في اطفال بينجحوا يعني ذوي احتياجات لغايه ما يوصلوا للثانوي، لكن بتقفل لهم حياتهم انه بعدين مش وين. فانا بنشجع المسؤولين في السودان يعني يعملوا لهم كليات على حسب فهمهم او المقدره بتاعتهم ان شاء الله. انا شاكره لك جدا اسراء سعيد ابراهيم، سعيدين جدا
بتواجدك معنا. شكرا لك كثير. وانا اكثر وشكرا لكم. ويسرى فرح لازم تجينا مره ثانيه لانه انت برضو عندك في الجانب القصصي والروايات والحاجات. والله انا متاحه لكم في اي وقت بس تطلبينه وانا ما عندي مشكله ان شاء الله. ان شاء الله. اذا نحن بنطلب انه تجينا مره قادمه عشان نتكلم معك في وجه اخر واهتمام اخر من الفنون الجميله. نرجع الكنترول متى ونعود ونتواصل.